لازم نسألك في البداية، اشمعنى الكانوي؟ يعني اخترت الرياضة دي بناء على ايه؟ وعادة اي بنوتة بتبتدي تمارس رياضة، يعني حتى يعني بعيدا عن التحكيم بشكل عام، غالبا ما بتكون اختياراتها محصورة الى حد كبير ما بين مثلا حاجة بناتي شوية، الجمباز، النوع ده من الامور. فليه الكانوي؟ هقول لحضرتك، انا الاول كنت بلعب تجديف، ابتديت العب تجديف من وانا عندي 11 سنة. كنت بنزل كل سنة بطولة جمهورية، والحمد لله كنت بجيب ميداليات. وقتها اتحاد التجديف والكانوي كانوا اتحاد واحد، الاثنين كانوا نفس الاتحاد، اسمه اتحاد التجديف والكانوي. هما رياضتين مختلفتين ولا الكانوي ده نوع من انواع الرياضات؟ نفهم، هقول لحضرتك. هو الاول هما كانوا اتحاد واحد اسمه اتحاد التجديف والكانوي. دوليا كل اتحاد فيهم قائم بذاته، يعني دولي اتحاد التجديف الدولي قائم بذاته، اتحاد الكانوي الدولي قائم بذاته. في مصر وفي معظم بعض الدول العربية زي السودان مثلا هتلاقي الاتحادين، اتحاد التجديف والكانوي. 2011 ابتدى اتحاد التجديف والكانوي يتفصلوا عن بعض، يعني اتحاد الكانوي في مصر بقى قائم بذاته في 2011. اللي حصل انا كنت بلعب تجديف وقتها، ما كانش فيه مراكب كانوي ولا كان فيه اهتمام بلعبه الكانوي قوي، ما كانش عندنا مراكب اساسا وما كانش حد بيمارس اللعبه. في 2009 ابتدى يبقى فيه توجه انه يبقى فيه بنات وولاد بيلعبوا كانوي. كنا عددنا تقريبا البنات ما تكملش 10 على مستوى جمهوريه مصر العربيه بس اللي بيلعبوها. انا اول ما شفت اللعبه عجبتني، لان اولا هي لعبه فيها تحدي شويه، لان البالانس صعب جدا، اصعب من التجديف بمراحل. يعني انا نزلت في التجديف الاسكيف اللي هو القارب الفردي، وده البالانس فيه ما بيبقاش سهل، لكن في الكاياك الموضوع بيبقى صعب جدا، القارب رفيع قوي، المقداف حر في ايدك، فانت اي حركه يمين او شمال ممكن بتقلب في المايه، ممكن واحد يقلب مثلا 20 مره في المايه قبل ما يبقى عنده البالانس ان هو يقدر يمشي بمركب. فكان عجبني قوي موضوع التحدي فيها. ابتديت العب كاياك، وبعد كده في 2011 زي ما قلت لحضرتك اتفصل الاتحاد، ابتدوا يشوفوا ان هم محتاجين حكام، فابتدوا يدوروا على الناس المؤسسين للعبه او اللي ابتدوا اللعب. فدخلت التحكيم من اول بقى درجه ثالثه لغايه ثانيه اولى. بعد كده في 2019 الحمد لله كان في سافرت المغرب في دوره الالعاب الافريقيه، وامتحنت هناك دولي وبقيت حكم دولي. ومش انا بس، انا وكان معايا 10 حكام مصريين، فدي كانت حاجه كويسه يعني. جميل. رجال وسيدات طبعا. احنا حوالي كنا تقريبا اربع رجال وست بنات يعني. عدد اعلى. لا والحاجه اللطيفه ان احنا لما سافرنا في دوره الالعاب، طبعا كان وقتها الاتحاد، طبعا كان وقتها برئاسه القاضي محمد السكري، هو كان عنده توجه ان يبقى في حكام سن صغير موجودين، حكام دوليين سن صغير، فهو طبعا وجه بانه عايز يسفر اكبر عدد، بحيث انه لو جت فرصه ان كلنا نجحنا فليه لا. صحيح. طبعا احنا الامتحان بره كان وقتها كانت دوره الالعاب الافريقيه في المغرب، كانش سهل بالمره، اللي كان بيمتحننا كان حكم ياباني، وكان في دايما بنسافر بره بيبقى في وجهه النظر انه ايه لو حد من افريقيا بيتقال ايه مش شطار قوي، مش فاهمين قوي اللغه عندهم، مش تمام. بس احنا دخلنا بصراحه كانت المفاجاه الغريبه ان ال11 حكم المصري نجحوا، ما كانش فيه غير اتنين بس من دول تانية زياده نجحوا معانا، والباقي دخلوا بقى زي دور تاني كده عشان يقدروا ينجحوا، عملوا لهم ملحق يعني. لا وطلعنا كمان، طلعنا له غلطه في الامتحان، يعني هو كان حاطط لنا القانون كل سنه بيتجدد، فاحنا كنا صلحتوا عدلتوا عليه كمان، واتحسبت البوينت دي للناس كلها. حلو جدا. فالحمد لله يعني من وقتها ابتديت بصراحه موضوع الكانوي، طبعا التحكيم حاجه ممتعه جدا.